معنا من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي وتفاصيل هذه الجولة. تفضل محمد. هي جولة مهمة في نظر الرئيس التركي الذي استهل هذه الجولة اليوم والتي تستمر على مدار يومين بكلمة ألقاها أمام الوفدين الروسي والأوكراني في القاعة التي تعقد فيها هذه الجلسة من المفاوضات بينهما، حاثا إياهما على ضرورة التوصل إلى نتائج ملموسة من خلال هذه المفاوضات الجارية، مطالبا بضرورة التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي لا تزال تراوح مكانها منذ انطلاق جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حتى بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. الرئيس التركي قال إنه يجب دعم كل مبادرة للسلام، وأن وقف إطلاق النار وقرار وقف إطلاق النار هو بيد الجالسين على طاولة المفاوضات. وقال يعني إن تركيا تتفهم مخاوف كل من روسيا وأوكرانيا، وهي الأمور التي أدت إلى ما أدت إليه من الأوضاع التي نشهدها بينهما في هذه الآونة. الرئيس التركي ألقى كلمته هذه وغادر قاعة الاجتماع لتبدأ بعدها جلسة المفاوضات، ولكن كان لافتا أنها انطلقت من دون مصافحات بين الوفدين، فقط كانت تحية بالإيماءات. هذا مؤشر يعني كما يقول المتابعون على صعوبة الأوضاع بينهما، وإن هذه الجولة ليست سهلة على أهميتها التي يوليها الطرفان، بالإضافة إلى ما يوليه الراعي التركي لهذه الجلسة. روسيا على سبيل المثال وفدها استعد باكرا لهذه الجولة وحضر منذ ظهر يوم أمس إلى مدينة إسطنبول، بينما الوفد الأوكراني حضر في الليلة الماضية. روسيا أرسلت العديد من الصحفيين التابعين لوسائل الإعلام في موسكو لتغطية هذا الحدث في مدينة إسطنبول. كان أيضا حاضرا خلال هذه الجولة المستمرة رجل الأعمال الروسي والملياردير الذي عرف عنه بأنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أبروموفيتش، ويحضر هذا الرجل لجلسات المفاوضات كما ظهر سابقا في جلسات مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. الجانب الأوكراني يقول إن هذه الجولة هي صعبة وإن القضايا الرئيسية هي المطروحة على الطاولة. المطالب الروسية في حزمتها الأولى التي تتمثل بضرورة حياد أوكرانيا وتخليها عن مطلبها ومساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وكذلك رفع القيود عن اللغة الروسية في أوكرانيا. هذه هي المطالب التي تطرح بالمقام الأول، وقد أبدأ الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي في الساعات الماضية استعداده لنقاش هذه النقاط الرئيسية، فيما بدا تنازلا عن موقفه السابق، ومما يعني يدفع باتجاه تعزيز الآمال للخروج هذه المرة بنتائج ملموسة على مدار يومي المفاوضات الجارية في مدينة إسطنبول. أشكرك محمد المشهراوي في إسطنبول.